السلام عليكم خو تدي كي راكم دايرين لاباس اموركم طايبة لهبة كيما راكم تشوفوا رانا في واحد المكان وراني صورت هاد العفسة باش تشوفوا بيان بون هاد المدينة هادي كيما راه يتبان لكم هنايا كانت بكري مبنية كيما راكم تشوفوا في الكوتي هذا وراه كاين هذاك الشكل ولا دي بتاعك ف شوف هنايا كيفاش تشوف الحاله. وهذا الجبل لهنايا كما راكم تشوفوا منقوش شغل مكسرينه وخادمين فيه هاد السكاني هادو بكريه نقول بالك في القرن السادس ولا السابع ميلادي. هنا في التحت كاع هنا ساكنين الفلاحه والناس اللي كيما نقولوا مقود عليهم. ومن بعد تزيد البرومي ايطاج تلقى الناس اللي كما نقولوا لي زارتيزون الحرفيين اللي يخدموا الحديد ويخدموا في لا سودير سلاح لي بيجو راك فاهم. ومن بعد تطلع تلقى في الايطاج الاخر الناس كما نقولوا عندهم نيفو كبير شويه تنجم تقول لي كانوا في الجيش اللي كانوا في فرع اللي يحموا الاباطره. ومن بعد تطلع الفوق تلقى الناس اللي حاكمين منهم لي جينيرو و الملك ولا الامبراطور تاعهم ماك فاهم. فوالا البروبليم انه في هذا المكان كما راكم تشوفوا الناس اللي ساكنين الفوق يقيسوا الزبل على الناس اللي ساكنين لتحت وهي رايحه. وحاشاكم الخرا الناس اللي كيوسخوا يقيسوا على دوك التحاتة كاع الفلاح او سما تخيل الزبل اللي كان كاين تحت كاع فاهم في الريتشوسي او دون اي تلفروا